كنت أهرب من المدرسة، خلص بدي الصنعة هاي. أنا ما اشتغلت بغير مهنة، وأنا عمري 8 سنوات اشتغلت فيها المهنة هاي. إدوار بندلي لوكولا البوري حلاق. أول ما أصحى بحلي باخذ دوش وبسحب حالي بلبس وعي وبنزل على الدكان، بنظف الدكان، الشغيل بنظف الدكان، بنهندس الدكان، بنرتبها، بنعقمها، وبلش تشتغل. أنا اشتغلت عند الكيالي وتعلمت، بعدين رحت على فيلادلفيا، فندق فيلادلفيا. بعد ما رحت اشتغلت سنة في فيلادلفيا وجيت هوني بال63 فتحت الصالون بال63. طول هالسنين غيرت الديكور مرتين، ولكن النظافة والدهان ترتيب كل سنة، قعدوا على الكراسي دكاترة ووزراء ونواب وأعيان. بيجوا زباين كانوا أولاد صغار وصاروا شباب وبحلوا عندي، كانوا يجيبوهم أبياتهم، أبياتهم كانوا يجيبوهم وكبروا صاروا شباب ما شاء الله وبحلوا عندي. كانت الدنيا رخيصة، كان يحلي بشلل ب7 قروش، هلأ اختلفت الوضع، هلأ بيحلي بليرة، بيحلي بليرة ونص، بيحلي بليرتين، بيحلو. هلأ صار في عجايب بالقصات، يعني فرجة صارت، زي أول كيف كان يربوا شعر هون، هلأ كيف صار يسووه، صار يحلوه بالمكنة، بالمكنة على الدائرة بتشوف يونس كيف شي بهدلي. في احلى من الذوق الترتيب القصه الحلوه اللي زي هيك.